لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن شاء الله سنبدأ في خلال الأيام القادمة في الكلام عن آداب العمل الجماعي في القرآن الكريم. نبدأ نتكلم عن إيه أدب العمل الجماعي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أول أدب يطالعك هو تعظيم معنى الجماعة، تفخيم وتعظيم معنى الجماعة. الله سبحانه وتعالى أول ما تفتح المصحف تجد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والاستعانة به أولا. أول حاجة تقابلك بعد كده العمل الجماعي. أول ما يقابلك في كتاب الله تعالى بعد أن تذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو إحياء روح الجماعة، تعظيم روح الجماعة. أنت مش لوحدك، المسلمون جماعة، ليسوا أفرادا، ليسوا أشخاصا، إنما هم جماعة. فتجد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. العبادة هي ما بين الشخص وما بين ربه سبحانه وتعالى. العبادة دي حاجة بينك وبين ربنا. إيه اللي دخل غيرك فيها؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد؟ ليه قال إياك نستعين ولم يقل إياك أستعين؟ ليه قال اهدينا ولم يقل اهديني؟ حتى يستقر في وجدانك منذ أن تقرأ في القرآن الكريم، منذ أن تستفتح كلام الله تعالى، أنك لست فردا بل أنت أمة. أنت أمة، كنت وحدك يجب أن تكون أمة، كنت مع غيرك يجب أن تكون أمة، لابد أن نكون جماعة. إياك نعبد وليس إياك أعبد، إياك نستعين وليس إياك أستعين، اهدنا وليس اهدني. تعظيم روح الجماعة منذ أن تقرأ القرآن أول معنى يطالعك بعد ذكر الله تعالى ليس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذكر الصلاة والزكاة، ليس ذكر شيء إلا عبادة الجماعة واستعانة الجماعة واستهداء الجماعة. تعبد ونعبد معك، تستعين ونستعين معك، تستهدي ونستهدي معك. أنت جماعة، أنت لابد أن تستشعر هذا المعنى. ما دمت مسلما، ما دمت قد ولجت كتاب الله تعالى، فلابد أن تحيا هذا المعنى. أنت لست فردا، أنت أمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينمي هذا المعنى في قلوب المسلمين. من أقل التجمعات لأقصى التجمعات، من الأمور العادية إلى أعظم العبادات. لا، وأنت تطالع القرآن لن تجد الذين كما تجد الذي. كم مرة هتلاقي يا أيها المؤمن؟ كم مرة هتلاقي أنت؟ وكم مرة هتلاقي أنتم؟ الله سبحانه وتعالى إذا خاطبك لم يقل يا أيها المؤمن، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة، الذين
تجد التركيز على أنك لست واحدا، أنت فرد في جماعة، أنت جزء من جسد. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يحيي هذا المعنى في قلوب المسلمين، يقول: مثل المسلمين أو مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ده القتال بيعتمد على الكر والفر، القتال بيعتمد على كل واحد وقدراته الخاصة، انت بتعرف تصد وانا بعرف اضرب وده بيعرف يفادي، هنيجي في القتال يبقى عايزين كلنا مع بعض. ده القتال الاصل فيه كل واحد بيهرب ويستخبى، الكر والفر هو ده الأصل في القتال. ومع ذلك ليست هذه الصورة التي يحبها الله، إنما يحب إذا قاتلنا أن نكون صفا كأننا بنيان مرصوص. معنى عظيم كمعنى القتال، الله سبحانه وتعالى يؤكد على المسلمين فيه روح الجماعة. معنى بسيط كمعنى الطعام والشراب، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه على معنى الجماعة، يقول: كلوا جميعا ولا تتفرقوا. حتى الأكل، حتى الأكل ما تاكلش لوحدك، كل مع جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم القوم الأشعريون. الأشعريين دول أحسن ناس، ليه يا رسول الله؟ قال: إذا أرادوا أن يطعموا أتوا بطعامهم فوضعوه معا ثم أكلوا جميعا. الأشعريين دول لما كانوا يحبوا يأكلوا فيش واحد بيطبخ في البيت ويقعد ياكل، اما الايه ده بيجيب اكله وده بيجيب اكله، اللي عامل لحمه واللي عامل اكل بسيط واللي عامل اكل كثير واللي عامل اكل قليل، كل ياتي بطعامه ويوضع الطعام جميعا، ياكل الفقير طعام الغني وياكل الغني طعام الفقير. فهؤلاء نعم القوم، احسن ناس الذين يحيون معنى الجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم لا يتأمرن الشيطان عليكم. لو أنتم ثلاثة لابد أن تحافظوا على كيان الجماعة عشان ما نبقاش واحد وواحد واحد، علشان نفضل ثلاثة خل واحد منكم أمير وانتوا اسمعوا كلامه بدل ما كل واحد منكم يستقل برأي. العلماء يقولون في ذلك كلاما من ذهب، يقولون: إذا كان هذا في الاجتماع القليل العارض، أقل الاجتماع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، أقل الاجتماع ما يكون في السفر، أقل اجتماع لما في السفر، أنت يعني مين أكتر ناس ما تعرفهمش بتقعد معاهم؟ اللي أنت راكب معاهم المواصلات، في حد أكتر من كده بتقعد معاه وما تعرفوش؟ اللي انت راكب معاهم مواصلات هم دول هم دول اقل ناس انت تعرفهم. اجتماع عارض في سفر شويه وكل واحد هيروح لحاله، ده احنا جمعنا الطريق، ده احنا جمعتنا الحاجه. فيقولون: اذا كان هذا في اقل الاجتماع، اقل اجتماع من حيث العدد ثلاثه، واقل اجتماع من حيث الوقت ان هم في سفر طالعين من بلد ورايحين لبلد لا يجمعهم الا الطريق، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمروا أحدكم لا يتأمرن الشيطان عليكم. يقول: الراكب شيطان، الإنسان اللي بيسافر لوحده ده شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة أما بقوا جماعة هم والثلاثة ركب. ثلاثة دول كده بقوا ركب دول كده، لكن لوحده أو اتنين مع بعض دول شياطين. شياطين بمعنى الشيطان هيتأمر عليهم، الشيطان هيضحك عليهم في المبيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أحدكم وحده، حتى وأنا هنام هنامش لوحدي، هبات في البيت أدور على حد يبات معايا، لا يبيتن أحدكم وحده. فتعظيم معنى الجماعة، الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بالمصارعة في العبادة فيأمرهم أن يكونوا أيضا جماعة. أما جاء نفسك في العبادة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بيأمرني أن أنا اجتهد، حتى وانت جاي تجتهد في العبادة
ما تجتهدش بصورة فردية، دور على واحد تخش مع سباق. فاستبقوا الخيرات، ما قالكش انت اعمل الخير، لا ده انت دور على واحد تخش انت وهو سباق علشان تشوفوا مين اللي هيسبق. فاستبقوا الخيرات، تعظيم معنى الجماعة، تعظيم روح الجماعة، ألا تكون وحدك، ألا تكون منفردا، بل تكون مع إخوانك، تكون ضمن جماعة المسلمين. هذا أول ما يطالعك في القرآن بعد أن تذكر الله سبحانه وتعالى، تستعينه وتذكر أسماءه وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. معنى الجماعة من أهم ما ركز عليه القرآن. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.